السؤال الثاني يقول فيه: إنني في صلاتي أفقد الخشوع، فما هو المفرد؟ كي أتوجه إلى الله بقلب خاشع في أثناء صلاتي؟ جزاكم الله خيرا. أولا عليك بإحضار قلبك وترك الشواغل والهواجس، وثانيا عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بعد الاستفتاح وقبل القراءة، فإن فائدة الاستعاذة هي أن يحضر قلبك وأن يبتعد عنك الشيطان. ثالثا عليك باستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي أنت واقف بين يديه وتناجيه، أن تستشعر أنك واقف بين يدي الله، وحينئذ تخشع بلا شك لأنك أمام رب جليل سبحانه وتعالى وأنت قائم في الصلاة. رابعا لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر، كأن تدخل في الصلاة وأنت بحاجة إلى أكل طعام حضر، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، يعني ابدأوا به قبل الصلاة من أجل أن لا يتشوش فكرك بتطلع إلى الأكل وأنت تصلي، تأخذ ما تطيب نفسك به من الطعام ثم تقبل على الصلاة. وكذلك لا تدخل في الصلاة وأنت حاقن للبول أو تدافعك الخبث، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. عليك أن تتفرغ من هذه الأشياء من أجل أن تدخل في الصلاة وأنت حاضر الذهن والفكر. لا تصلي في مكان بارد شديد البرودة أو مكان حار شديد الحرارة، لأن هذا أيضا يشوش عليك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الحر الإبراد لصلاة الظهر من أجل دفع المشقة عن الناس وأن يدخلوا في الصلاة وهم في حالة جيدة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع في المشي إلى الصلاة، لأن هذا يثير النفس ويشوش الفكر، ربما يدخل في الصلاة وهو يثائر النفس فلا يطمئن في صلاته، المطلوب أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن البال مرتاح الفكر، كل هذا من أجل الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها.